صباح الخير، صباح النور. الشمس قوية، كيفكن اليوم حبايب قلبي؟ شو أخباركن؟ عن جد الشمس كتير قوية، سبحان الله. اليوم الشمس قوية ونحن لوين رايحين؟ رايحين على مدينة الشمس، على بعلبك. ما حدا بيتخيل قديش أنا مبسوطة اليوم، يعني فرحتي مثل ما بيقولوا ما بعطيها لحدا. إلي زمان زمان كتير ما رحت على بعلبك. قلنا طالما هيك عنا عطلة عيد، عنا كم يوم إجازة من المدارس وهيك ومن الأشغال، فليش لحتى ما نستغل هالإجازة ونروح نكزر هالولاد ونروح على مدينة من زمان أنا مشتاقة لها. فمشوا معي لنشوف وين حنقضي نهارنا. هلا هيدا الطريق طريق بشري، ما هيك طالعين على بشري؟ ايه الكورة، لأن الكورة بشري الأرز وبنزل هونيك على بعلبك. اه هيك رح ناخد الطريق من بشري وبعدين يعني هلا حنوصل على الثلجات كمان ننزل على نوصل على الثلجات. يعني شايفين هالجبال اللي هونيك؟ هونيك بشري، فرح نوصل على الثلجات وبعدين رح نقطع الجبل، ورا الجبل هي بعلبك. ليكو بشو عم سلي لمودي، هيدي اللعبة من الألعاب يلي يا عمري يلي طلعت له بالعيد، فبتسلي قاعد عم بلون. هي لعبة تعليمية، هلا بفرجيكم إياها. حلوة ركبة الموتوسيكل، أنا بحب ركبة الموتوسيكل يا هيدي. ما في أجمل من ركبة الموتوسيكل، والله العظيم ما في أحلى منها. تعرف جاي على بالي تجيب من هدول الموتوسيكلات اللي بيجوا هيك هارلي. لك أنا بشبه ركبة الموتوسيكل ليلى بركبة الخيل. أها انا عندي اياها مثل الخيل، ركبه الخيل اللي بينبسط على ركبه الخيل هي جاد الموتوسيكل. يعني جاي على بالي عسيره الخيل، جاي على بالي هلا بس نوصل على بعلبك نطلع على الجمال. بعلبك حد القلعه في جمل، في جمال مش جمل. نطلع على الجمل، نطلع على الجمل اذا الله راد. والله انا ماني مجرب طلع ولا قبل هلا، لا على خيل ولا على جمل. على فكره يلي ما بيعرف هيدي على فكره شخص ضخم كجسم، حدا ضخم ما شاء الله عليه، فما بعرف. أقول لك الجمل إذا طلعت على جمل شو بيصير بالجمل يا هادي؟ ببطل يشتغل. ببطل. الله يحميك. ليكو هيدي اللعبة اللي عم بلونها مودي، بيعطوهن أشكال بيقولوا له بالصفحة اللي بعدها بدك تعمل مثلها، فهو هيك عم يعمل. وفي قلم وفي محاية، على فكرة ما بيوسخ، فالحلو بالقلم إنه في محاية. هيدي الأشياء كتير بتسلي الأولاد على الطريق. تقريبا وصلنا او صرنا قريبين على الجبال، جبال التلج. ليكو التلج وينه؟ هونيك. صرنا هلا على الجبال. الله الهوا بارد، سبحان الله هالمناظر الطبيعية. بهالنسمة الهواء البارد الفايتة من الشباك، الله شيء عن جد كيف بيقولوا يشفي العليل. انتم يخترعونه ليلى شيء شغله هيك رح يطير فيها دغري يتنقل فيها لوين؟ هون على راس التلة هيديك، على راس الجبل هيديك دغري دغري. يعني مين قال لك ما في؟ صدقني في هيدي سيارة وخيل في شغلة هيك مثل الهليكوبتر شايفتها أنا بس صغيرة، بيقعد فيها شخص واحد وبيطير، بس الله العليم يمكن لسه ما تداولت. أحلى هالخضار، لبنان جني على الأرض. أنا كل ما بطلع مشوار وبكسركن معي بقلكن عن جد لبنان جني. هيدا الأرز بشري. هلا كيف منروح هيك؟ مبسوطين معنا على هالطريق؟ في ضباب، ايه دايما جبال لبنان لو بالصيفية يا هادي. انا هيك ملاحظة ساعتها العاطي قليلة بين المحافظات، بس بحس لو بالصيفية بيكون في ضباب. شو قلت لي؟ في ضباب قوي، لانه هي البرودة الطقس اللي حسينا فيها اول ما وصلنا على الجبل بقول لك في ضباب، وضباب قوي كمان.
هذا البيت اللبناني القديم هيك ما حليهم. هيك كانوا قبل اللبنانيين عمروا بيوتهم. هيك اللي يمكن بيت آغا أو بيت هيك. هذا البرميل اللي حطينه على جنب بيت شيباك ما هيك أو شيباشا لكن لنا في تلج. ايه يعني انا بظن ما بيطول ليدوب ديعانو يعني يا الواحد هلا بيلحق حوله عن جد وبيطلع بيلعب بهالثلجات شوي. ايه والله يعني ما راحت عليه لسنه الجاي خاصه انه الطقس ديفي صار هلا كثير شوب كان تحت. هلا طلعنا لفوق الهواء شوي بارد بس عن جد انا كنت متذكره من زمان يعني من شي 10 سنين ولورا كانت الثلج يضل على الجبال من سنه لسنه صح. ما كان يدوب. سبحان الله ما بعرف شو عم بيصير بهالدنيا التلج عم بيدوب. الله يرحمنا امين رب العالمين. صرنا نحن والتلجات سوا وصلنا على التلجات. نحن والتلجات جيران. نحن والقمر جيران. بس يدي عنهم دايبين يعني انا بقول بعد كم اسبوع ما بضل ولا نفنوف الثلج هون. ذكر لما طلعنا اخر مره ليلى؟ ايه ذاكرين عن جد لما طلعنا كان كله هنود هون. اه كله ثلج كان. يا الله بس والله ما لحق يعني دغري دابوا. اجت شو هيك شوب يعني. ايه والله اجتنا موجه شوب فظيعه مشان هيك دابوا. يعني بعلمكم كنا نلبس شتوي بعلمكم فجاه صرنا نلبس صيفي. بتصدق لما دابوا التلجات ما بقى عارفه انا نحن وين قعدنا ولا حب التلج فيه. تغيرت المعالم علي ليك استرجيت هون بلش محل ما عدنا لسه في تلج. في خير. محل ما كنا انه هون التلجة. ايه انا هون طلعت لفوق على الجبل ما ايه مزبوط هون من هيدي الحفه انا طلعت لفوق يا الله ولا نقطه تلج يعني عدنا هون نحن ايه نحن سيارتنا كنا موقفين هون لك قعدنا هون ليلى كيف من هين تلج شو كان التلج شي مترين هون جد الشجرات الشجرات يا دوب كان مبين راسهم بدي طلعتي لفوق انا طلعت من هون لفوق ايه هلا قد ايه بدنا لنوصل على بعلبك؟ والله بدنا شي ساعة هسا يلا ان شاء الله نوصل ونعرف نشوف هالجمال وناكل الصفيحة البعلبكية نفوت على كمان على القلعة ونفوت على القلعة كل ما بقول له لهيدي يا هيدي بدنا نروح على بعلبك بيقول لي ما تقولي بعلبك شو بقول؟ بعلبك بعلبك تحية لكل أهل بعلبك لكن الثلج وصلنا على الثلجات وصلنا على الثلجات هلا الثلج دايرنا بس مش مشكلة هون لكن مشكلة إنه ساكنين الطريق ليه؟ ما بعرف أنت عم تمزح ليكو كيف رجعنا؟ لا عن جد هي منا خبرية عن جد إنسان بدني كيف حاطين هالبلوكات الحجار اللي على الطريق؟ شو حنعمل هلا يا هادي؟ ما بعرف اذا في طريق او شيء ما بعرف شو هالحكي؟ ما بدنا نغير بقى طريقنا بدنا نغير طريقنا؟ لك ما احلى هادي بدنا نغير طريقنا والساعة هلا تنتين وربع اي ساعة بنوصل على بعلبك؟ خلينا ننزل يا جماعة وصلنا على التلجات بس ما قدرنا نقطعهم ونوصل على بعلبك مع الأسف الطريق مسكرة يعني أنا للأمانة كتير انسميت بس هادي عم بيقول لي خلص طولي بالك عبكرة إن شاء الله نرجع منروح من غير طريق بدي أطلع الباين بيطلع الباين
ما هيك هيدي عن جد بدنا نطلع على بقاع جاي عبالنا. قهري طق طق ظهري. حلوة هي من قهري طق طق ظهري. صنع الثلجات المعقولة طيب. طب يعني الثلج مسكر الطريق ما زنب حدا. ليش مسكرين الطريق؟ لك ما أحلى. طوبتك أكبر من طوبتي ولا طوبتي أكبر من طوبتك؟ عن جد ما أحلى الثلج. يلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شو بدنا نعمل؟ عبكرة بإذن الله ليكو لقلكم شغلي أنا بس يصير معنا هيك قصص ما كتير بزعل. ليه؟ بقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأنه نحن ما بنعرف شو الله كان مقدر لنا. خلص الله مش كاتب لنا اليوم نطلع على بقاع بإذن الله عبكرة منفق من بكير. هيك هيك غراضنا بعضهم بالسيارة. الله ما أحلاها. لوين بدها توصل؟ اتفقنا هلا انا وهيدي انه الاغراض اللي ضبيناهم بالسياره تيابنا واغراضنا خلص بيضلوا بالسياره. بنرجع هلا على بيتنا، بس اول شيء بدنا نشوف شو بدنا نتغدى اليوم، شو بدنا ناكل. كنا ناويين ناكل صفيحه بعلبكيه. شي بيزعل عن جد، يعني شي بيسم البدن. قلنا الي من امبارحه وانا عم بحلم بالصفيحه اللي بعلبكيه، مش بس انا وهيدي، انا وهيدي والاولاد. فيلا ان شاء الله على بكره باذن الله. اليوم ما رح يتدلل كرشك، حيتدلل كرشك بشي تاني. الله العليم الله شو كتب لنا نتغدى اليوم، لسه ما قررنا. فخلص الغراض لكنا بيضلوا بالسيارة، نشوف شو بدنا نتغدى بإذن واحد أحد عبكرة من فيق بكير. بناخد نهارنا من بكير ومنتكل على الله. ممكن عبكرة يكون حظنا أحلى، نصيبنا أحسن. هيك لازم الإنسان دايما يفكر بإيجابية، يفكر بالجزء المليان من الكباية. يعني أنا كنت عم أقول له لهيدي، يا هيدي أنا كان جاي عبالي على الساعة 9 الصبح نحن نكون منطلقين من البيت وطالعين من البيت. ما طلعنا من البيت لبعد أذان الظهر، يعني أي ساعة بيأذن الظهر؟ وحدة إلا ربع، على الوحدة إلا ربع تقريبا طلعنا. فخلص عبكرة إذا الله رد بلكي بنطلع أبكر، بنطلع على 9 بدنا نكون طالعين من البيت. نغير طريقنا؟ ايه غير طريق. اي طريق بدنا نروح على بكره؟ ما بعرف. طريق بيروت. طريق بيروت منروح بناكل متروع عند سي سويت. شو رايك؟ بس بدنا نفيق بكير، بدنا نفيق بكير منتروع بسي سويت. وباذن الله جاي سياره منتروع بسي سويت ومنسحبها على بعلبك. مشتاقه لبعلبك. يلا ان شاء الله على بكره. تقبر قلبي يا مامي. يلا ما بيأثر، فش خلقك باللعب. لا شو عم تعمل؟ شو عم تحب الثلج؟ يلا طلع لهم مشوار. ليه ما بتحب الثلج؟ عم تعمل بوم دو نيج؟ ليه ما بدي؟ هلا لابس كفوف. يا عمري المانو لابس كفوف. ما في يعمل عن جد انا ايدي لهلا مجلدين. شو حنتغدى يا هيدي؟ ثلج. يا حبيبي يا الله. كي رح زتها بس بالجو. اه. على راس مين بتيجي ما خصني. لا لا هات لنشوف. طبش اجت على الارض. بس فعليا اذا بتكونوا واقفين هون معي إيه ليكو هيدي شو جايب ليكو؟ رح زتهم بالجو. على راس مين بتيجي ما بعرف. لا والله لا تجي شتت الدنيا، تلجت الدنيا علينا، ليكو تليني تلج. كنت عم لكم اذا بتكونوا هلا واقفين معي هون الاكسجين يلي عم تتنشقوا نظيف 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 عن جد، الهواء نظيف. بس يا هيدي قلنا شو حنتغدى اليوم؟ هلا بيقول لي بالك ما انه بانه نكنسل المشوار، بالك شو بدك تاكلي اليوم؟ والله ما بدنا نفكر، بدنا نعرف شو حناكل. فاتوا الثلجات على رقبتي، كيف زتيتهم انت؟ يبعت لك الهنا، جلدت. شو حنتغدى اليوم؟ بدك فلافل؟ يا عمري فلافل؟ والله الفلافل طيب. فلافل، حدا بيكون كان متامل بالصفيحه اللي بعلبكيه بيروح بياكل فلافل؟ هلا الحمد لله نعمه وفضل، بس يلا. على بكره باذن الله بدي فايقك من الساعه 6 الصبح. على الساعه 6 الصبح بنقوم يا لطيف نلبس ومننطلق. شو شايفين بعلبك بمنامنا يعني؟ أنا شايفة بعلبك بمنامي. بدي أروح من قبل الضو. جمال جبال الأرز وراي. تعال ننزل على السوق لتحت. ما أحلى، في سوق تحت؟ إيه. عن جد؟ تعال. أنا بقول لكم باي برجع بقول لكم تعال. تعال معي. ليكو ابني شو لقالي هون بين الثلجات، يقبر قلبي.
نزل قطف لي زهرة وطلع. سبحان الله طالعة بين هالتلجبت. هيدا هو السوق، ببيع اشياء هيك سوفونيرات ذكرى، يلي بده ياخذ شيء ذكرى من هون. لحق وطلع على هيدي المنطقة. عيد بخير. وانت بخير، عم بيقول لك العيد وانتم بخير، مزوقين والله. كلها خشبيات مرسوم عليها الارز. هو بده ياخذ هدايا ليلى مثلا ذكرى يا بابا. ايه لحق وطلع بشري، بينزل لهون بياخذ اشياء هيك ذكرى. ما احلاه هون هالاكشاك. هيدا سمنان وبيع عصير. ما وصلنا هلا للا؟ هلا صرنا بأوروبا. بسويسرا. بسويسرا. يعني نحن قلنا تكنسل المشوار وتكنسل على بعلبك، فخلينا نكذر بشري. ليك ما عملين بحجارة زي الله، ليك هيك ما عملينه. سبحان الله، شو هذا الحجار اصلا؟ ليكو هالشجرة لونها موف. لا جراند اورس. اوه هذاك الاوتيل هناك، لا جراند اورس. الدب الكبير. لا الدب الكبير. الدب لا لا ايه فهمينا. الدب الكبيرة. مرتو للدب. لك هذا البيت. ما احلاه هون. مع انه لك مع انه اترنيت. سقف مش ارميد. ايه صح. بس عاملينه على نسق الارميد. حلو. ليك انا بعرف كتار منكم بحب اني صور له مناطق بلبنان، مشان هيك انا عم جرب كل شيء. في اشياء حلوه القط لكم اياها لحتى كانكم عم بتكذروا معي. مش معقول شو حلو. مش معقول. انا متاكده هن كمان زعلانين علي اكثر مني لسه، يمكن لانه تكنسل المشوار. بس يلا عم نكذر على بكره باذن الله، الله بيعوض. عمين يطلع لنا شيء مشوار لهون ليلى؟ ننام هون. وين؟ هول الشاليات. ايه بشي اوتيل. ليك على فكره هي كلها شاليات. ها هذا اوتيل، هذا اوتيل. لاقي ما اجمله. اتخيل اطلالته. وين صايرة اطلالته؟ هيك جميل جدا، كل شيء حلو. ليكو هداك شو يا حزركون؟ هداك ان الجاج. هداك ان الجاج. بس شو سقفه ارميد؟ يعني حتى ان الجاج المفروض ينعمل السقف تاعه ارميد. بيعطي جمالية. لا برا مجينا هلا. لا ما احلى هالضيعة. ليكي هون عالم تاني، عالم تاني. ما كأنك عن جد ما كأنك يعني طلعتي من جو لبنان السياسي. بالعكس انا بقول هذا هو لبنان. اقتصادي. انت عم تحكي كوضع. لا انا كطبيعة هذا هو لبنان. هيدا هو لبناننا. بحس هون انه كأنه هلا رح التقى واحد معه بلطة. عم يكسر حطب. وهيدي عم تنطط من هون لهون. هيدي مع الغنمات. مع غنماتها. ايه لك الارض وحال. مي نبع طلع. ما بعرف نبع نبع. سبحان الله. ليك النبع. وين النبع؟ وين طالع؟ ها الارض ليكي عم تصور المي من الارض. سبحان الله. هداك البيت بيت ضيعة. شوفوا هالمنظر هالإطلالي هيك. سبحان الله. هذا الشق اللي بالنص شق بين جبلين. كانك بالطيارة عم تطلع إلى تحت. قديش حلو بحدا يطلع بالباراشوت من هون لتحت. قديش القعدة هون حلوة. ليكي ولا صوت ولا همسي. والهواء قد ايه نظيف. هدوء
وليك شاليات كمان، ليكو ثلاث شاليات صغار حد بعض. بعتقد هذاك الأسود مطعم. لا لا، أنا 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 مستغرب كيف بعض ناس عن جد بتروح السياحة مثلا على أوروبا وما بعرف لوين، ولبنان هون قريب، وعلى الصين وعلى أمريكا وما بعرف. يا عمي والله العظيم في عندنا شغلات بالعالم العربي. ايه مزبوط مزبوط. على فكرة أنا كتير جاي عبالي سافر على المغرب، وأنت كمان قلت لي. ايه والله جاي عبالك تروح على المغرب، وجاي عبالي روح على موريتانيا. بتصدقي موريتانيا؟ والله العظيم. عراق، لسوان، يعني دول العربية فيها أشياء رائعة. ليلى ايه هيدي؟ بدنا نروح على بيت التيتا. على بيت التيتا؟ بيت جدتي. تحط لنا هلا فنجان شاي وصحن مكدوس. تعمل لنا صحن كشك. كشك بقورمه. عن جد البيت اللي ضيفنا زبيب وجوز. وجوز. الله يرحم كل جداتنا. لكن البيت أجمل. هذا مش بس البيت اللبناني القديم، هذا بيت التيتا القديم. حلو، اكيد ما في حدا. نزلنا بس اكيد ما في حدا. الله العليم هذا البيت لمين كان، ما هيك يا هيدي؟ الله العليم لاي تيتا. عم بتخيل ستي وجدي قاعدين هون علينا. قاعدين هون مدين شيبسات، وقاعد التيتا عم بتكسر شيء، وقاعد الجدو هيك عم يفكر ينزل على الارض يفلح الارض ولا لا. تخيل واسع. كأنها كانت العريشة هذه. هاي الحديدة؟ ايه لكم كانت عريشة هون. مزبوط. اكيد في فوق مد الكشك على السطح. ايه مدين الكشكات على السطح. لو اديني تلج، نحن من مد كشك بالتلجات. تفرجيكم اطلالته من الجهة الثانية. شو هاد بيت هذا؟ والله العظيم رائع، كثير حلو. هذا شباك. لكن لا هون. الو هذا مدخل تاني انت هونيك، المطبخ اكيد هون. اكيد المدخ تاع الشوميناه تاع هيدي شو بيسموها؟ ليك ليك العادي هون. كان في حدا هون مشعل النار. انتم مستوعبين الاطلاله حبايب قلبي؟ المنظر رهيب، يسبح الرحمن. صوت النهر تحت. هيديك شو حلوة. خرجلها يعني. خرج الواحد يزينها بالورد ويعمل عرسه هناك. تعرف علي. تعال نرجع نعمل عرسنا يا هيديك. شوفي شو عاملين هون. شو؟ كان غيم الحجر. شو هيدا المقولة اللي بتقول سقف بيتي حجر شو؟ سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر. حلوة هالكنبة. عصفي يا رياح وهطولي يا مطر. نيال صحابين هالبيت. على هالإطلالة وعلى هالهوايات النظاف الله يهنيهم فيه. هاي المنطقة اسمها بشري ها، إذا كنتوا عم تسألوا. بشري بشمال لبنان. بشري. وي. تعال تعال روح لهونيك على الفرق اللي لها. مين يروح عليا؟ اكتبوا لي هلا اذا وصلتوا معي لهيدي الدقيقه من الفيديو، اكتبوا لي اذا انتم مبسوطين بالكزدوره معي، حتى دائما هيك كزدركم، ما حس حالي اني عم كتر غلبه. ما هيك يا هيدي؟ لنشوف شو رايهم المتابعين، لانه كثير احيانا لما بنكون طالعين شي مشوار فبيلوموني يا ليلى ليه ما صورتي اكثر؟ يا ليلى ليه ما عرضتي اكثر؟ فليكو هلا عم كزدركم، عم فش خلقي. يعني نحن المقصد، لكن على فكره في ناس ليلى يمكن ما عندها مش قادرة تطلع من البيت او من المحيط اللي هي فيها. صحيح. بقى بزعل عليهم انا انه نعمل شيء خليهم كانهم راحوا معنا، كانهم هن شافوا معنا. بس عن جد هيدي هي الاطلاله ما بتسبح الرحمن. سبحانك يا ربي، سبحان الخلاق العظيم. هيك جاي طريق وهنيك غرفة، ما بعرف ليش معمرينا لهيديك الغرفة. أنا ما بعرف. هلا برجلة برجلة. هيدي بنسترجي ننزل؟ ايه. بيني وبينكم أنا خيفانة. أنا وياك ليلى. لنروح ننزل، بلكي متنا. ما بنموت سوا. ولادنا حرام بيتيتموا، الله لا يقدر. تعال نروح. بنسمي بسم الله، تعال فرجيكم الطريق كيف عاملة. أنا وياكم.
وهادي. ليكو البيت اللي كنا عنده وين هو؟ هونيك. بس عن جد اللي عملها فنان فنان فنان. هدو مش قصة فنان، قصة هي أساسا الجبل طالع خلقة الله بالنص. إيه صخرة بس. هني شو عاملين؟ إيه مستفيدين منها، مزوق اللي عاملها مزوق، عامل طريق. بس للأسف إنه مانا مكفيينها، مانا مغطينا أكثر من هيك يعني. قديه حلو حدا يقول لي، حدا يقول لي. الله يرحمنا برحمته، شو هالارتفاعات الشاهقة يا جماعة. ليكو الشلال، اسمعوا الصوت. انتبه على دعسة اجرك يا هيدي. ليكو هيدي وين واقف؟ بحياة الله ليكو، ليكو يعني ما في شيء. يا لطيف ما في بيني وبين يا لطيف يا لطيف بيني وبين المطبخ الا الله لا يقدر دفشي. الله لا يقدر. هلا خدي راحتك. ها شو فرصه واجتني فرصه واجتني. يا لطيف كل هلا شايفني شريره شايفين؟ والله في ناس بتعملها. يا لطيف يا لطيف. هلا انا واقفه باقرب نقطه ليكو 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 هيك. تعال حدا ايكون. لحظة لحظة جاي لسه لورا ايكون. يا لطيف يعني عن جد يا لطيف. شايفين؟ ما بعرف الكاميرا عاطية حق المنظر كتير غني. يا لطيف ليكو هيك هيك. تلج من هون. الطبيعة الحلوة. هيدا وادي النوبين. اسمه النوبين؟ بالتحديد لك أنا بشري وادي النوبين. منروح؟ ما استرجيت جيب ولادي لهون لأنه خفت. تركتهم هونيك، ما أمني عليهم طبعاً. وجينا بس أنا وهيدي لحالنا. طبعاً هني قدامي، شايفتهم أنا. تعالوا نروح. عن جد هيدا المكان يستحق الزيارة. كثير حلو. اي والله تحسوا هيك يعني للامانه شو حلو الواحد هلا يمد سجادة الصلاه ويقعد هيك بينه وبين ربه هالمناظر هيك قدامه. كيف بيقولوا يتجلى؟ شو بيقولوا؟ بيجيب يعني شو بيقولوا هيك؟ تبع دعسة اجرك يا هادي. اي اه ما هي لا خلص حيوقف لي قلبي 100 مرة. يلا انا هربانة على السيارة. حلو المشي بالطبيعة ليلى هيك والله حلو كثير حلو. ليكي هون يمكن كانوا حاطين خويريف هون او شيء ما بعرف. اه كان محل الخويريف هون. ايه حاطينه مثل مزرب لانه او شيء حظيره. ايه بس حظيره مرتبه هون. لك شو نظيفه. لك اكيد للغنم مش للخويريف. لل شو الفرق بين الغنم والخويريف؟ للخويريف مش للمعزي. ليش؟ للمعزي بينط فوق هيدي ما بتسمع. يعني بيعربش والله. لانه الغنم ما في يعربش. لك هاي البركه. لك هاي البركه اللي عاملينها هيدي مثل البحرة يلي بالمسلسلات السورية. ايه هيدي هي شو هي منها خرنوب؟ ايه بلا هيدا خرنوب. ليكو هلا هون عن جد وصلنا لنهاية الفيديو مع انه انا يمكن قبل 10 دقايق قلت لكم باي. بدي اقول لكم على شغلة. شو بنستفاد من فيديو اليوم؟ يلي بنستفاد من فيديو اليوم انه لا تقل لو انما قل قدر الله وما شاء فعل. يعني نحن ما رح نقول اخ لو ما هيدا كنا رحنا وكنا جينا كنا حاطين ببالنا نروح على مكان وجينا بغير مكان. خلص اتركوه على التيسير. ليكو عن جد نحن انبسطنا يعني طلعنا على بشري وشفنا اماكن جديده وعن جد انبسطت. انا انبسطت وبعتبر حالي كسبت مشوارين، مشوار اليوم وباذن الله مشوار على بكره على بعلبك.
عبعلبك عبعلبك. شو ليلى عم تتأملي ولا عم تتعبدي ولا شو؟ يعني عمولي سبحان الله. ولا يوغا هذا بعض الناس يوغا. شو حلو. ما فيكم الا تصفنا قدام هيك منظر. شايف احلى القعدة؟ ايه والله. وهيدي هي القعدة اللي قعدتها ليلى. الله سبحان الله. عن جد قديش حلوة دحلو هالمحل هذا. كثير كثير كثير. بس قعدي وصفوني. ايه والله. بيجلي الهم.